السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع، وصلنا إلى الدرس الثالث من دروس الفصل السابع، مقارنة الكسور وترتيبها. المقصود من درسنا المقارنة بين الكسور، يعني التعامل ويا الكسور بالأكبر من والأصغر من واليساوي، وكذلك نرتب الكسور تصاعدي وتنازلي. بالنسبة للكسور حتى أجي أقارن بيناتها وأرتبها تصاعدي وتنازلي، لازم مباشرة أباوع للمقام. إذا كانت المقامات متساوية، مثلا عندي هنا هذا الكسر 5/8 وهذا الكسر 2/8، من أجي أقارن بيناتها كأكبر من وأصغر من أباوع على المقامات. إذا كانت المقامات متساوية راح أباوع على البسط، راح يكون عندي الكسر اللي البسط مالته أكبر هو راح يمثل عندي الكسر الأكبر، والكسر اللي يكون البسط مالته أصغر هو راح يمثل عندي الكسر الأصغر. مثلا عندي هنا الكسر 5/8 هو أكبر من الكسر 2/8، أو مثلا نجي نقول 2/8 هو أصغر من 5/8. هاي بالنسبة إذا كانت عندي المقامات متساوية، نقارن بالبسوط.